الثانية هجوم الآن في الجهة اليسرى لصالح العربي وكرة تحول رأسية في الجول. جول أول في المباراة لصالح العربي. العربي يتقدم بالهدف الأول بباتيستوتا. باتيستوتا يسجل الهدف رقم 24. مرة ثانية لاحظ 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 الكرة اللي تنلعب وتصل على رأس باتيستوتا مثل ما يحبها باتيستوتا، ولاحظ الكرة اللي مرت ووصلت إلى باتيستوتا بعيدا عن الرقابة. يتقدم هذا اللاعب أولا الخبير أحمد فارس ويلعبها على رأس الحارس، والهجوم أيضا لازال مستمر. وتأتي صفارة حكم المباراة وتأتي بالتالي ضربة الجزاء. تأتي بالتالي بدأ وكأن الكرة ما فيه شيء للوهلة الأولى. على العموم قرار حكم المباراة يأتي وتأتي ضربة الجزاء ويأتي أيضا طموح النادي العربي. لاعب خبير أعتقد راح يسجل. باتيستوتا يتقدم ويسجل. الآن الهدف رقم 25 والآن باتيستوتا يأتي باتيجول يأتي بالهدف الثاني لصالح النادي العربي. ووضع الاتحاد الآن في غاية الصعوبة. لاحظ مرة ثانية لاعب خبير ولاعب هداف ويتألق أيضا مع فريق النادي العربي ويسجل الهدف الثاني من ضربة جزاء.